للحديث أكثر تنضم إلي عضو مجلس النواب عيشة طبلقي. سيدة عيشة أهلا وسهلا بك، ما أبرز ما توصلت إليه جلسة مجلس النواب بخصوص جلسة اليوم؟ أهلا وسهلا بكم. طبعا اليوم حضر عدد قليل من النواب، وحضر السيد المستشار عقيل صالح والسيد النائب الأول خوذ المويري. طبعا اغلب نواب المنطقه الغربيه ما جوش، وكذلك اغلب نواب المنطقه الجنوبيه. جل من حضروا اليوم هم المنطقه الشرقيه. جلسنا في جلسه تشاوريه مع السيد المستشار عقيل صالح، وطلب مننا نحن نحطهم يعني نحاول ان احنا نضمن الاتفاق السياسي التعديل الاخير اللي احنا طبعا اتفقنا عليه، اللي هو السلطه التنفيذيه نضمنه في الاتفاق السياسي، اللي احنا لازم ندعو بقيه الاعضاء بالحضور من اجل انهاء هذه السلطه التنفيذيه. كذلك جلسة مجلس الحوار والتشاور مع بعضهم، وأعطتك السيدة سلطان المسماري ما حدث خلال هذه الجلسة. الموضوع اليوم ما كانش خاص بجلسة رسمية، وإنما مشاورات ما بين أعضاء مجلس الحوار وما بين المستشار عقيل صالح وبعض أعضاء مجلس النواب. غدا إن شاء الله سيكون هناك جلسة رسمية، وسيكون هناك إن شاء الله عمل يعني يذكر. طيب أستاذة عائشة، طيب ما من المتوقع من النتائج إذا ما تم عقد جولة نهائية بين لجنتي الحوار؟ والله طبعا هو طبعا لجنة الحوار هي أدرى بال يعني هي الأقرب لمعرفة النتائج، ولكن نأمل أنه هو يكون في يعني وصول إلى حل نهائي والاتفاق بين مجلس الدولة وبين مجلس النواب، يعني يكون في توافق نهائي. نعم، عضو مجلس النواب عيشة الضبلقي، شكرا جزيلا لك.